هنتكلم النهاردة عن الشورت كاتس، لكن قبل ما نتكلم عنها هناخد جزء صغير ومهم جدا. في الفيديو اللي فات احنا قلنا لما نرسم مربع زي ده كده نقدر نغير اللون من هنا، لكن طبعا لو حولناه راسترايز، لو عملنا راسترايز لاير مش هتقدر تغير اللون، وقلنا هنشوف الموضوع ده في الفيديو ده. طبعا عشان تقدر تغير اللون هنا هتدوس دبل كليك هنا على اللاير في الجزء اليمين ده، فتظهر معاك القايمة دي. انت ممكن تغير اللون من كلر اوفر هنا، وطبعا هنا مختارينه ابيض، تبدأ تغير اللون بالشكل اللي انت عايزه وتقول له اوكي. القائمه دي بتتيح ليك ان انت تبدا تضيف تاثيرات بحيث ان هي تغير من شكل اللاير. طبعا هنا كل اللي احنا هنحتاجه من هنا هنحتاج طبعا الاستروك، واتكلمنا عنه قبل كده. تبدا تضيف هنا السايز بتاعه، الاوباسيتي، هل هو من بره او من جوه او من السنتر. هنا الكلر بتاعه هيكون لونه ايه وتقول له اوكي. هنا الاوباسيتي، الشفافيه بتاعته. هنحتاج هنا كمان الانر شادو، هيحسسك كده ان في ظل داخل جوه المربع، كان دي حفره مثلا وداخل جواها ظل. تمام. هنا طبعا تبدا تظبط الاوباسيتي وتبدا تعمل الزاويه بتاعته وكل الحاجات دي. هنا طبعا خدنا الكالر اوفرلي، انت تغير اللون، وهنا الاوباسيتي بتاعته. هنا الجراديانت واتكلمنا عنها برضو، لما تكون عاملها راديال وتخلي الجزء ده خفيف والجزء ده غامق شويه بنفس اللون ده، فيبدا يظهر معاك بشكل لطيف. تبدا تستخدمها كباك جراوند. طبعا انت ممكن تعمل لها سيف وبعد كده تعمل لود في اي ملف تاني تقدر تستخدمه. هنحتاج طبعا من هنا الباتر. تمام. وهتظهر اكتر الباتر لما نجي مثلا نستخدم معاها دروب شادو، فيبدا يحسسك ان الشكل ده ايه، شكل واقعي مش مجرد لاير مرسومه. فانت ممكن تبص على الشكل ده مثلا لما نغير الزاويه، ممكن تبص على الشكل ده مثلا كانه بلاطه مثلا او قطعه قماش لو طولنا الجزء ده شويه. طبعا انت ممكن هنا تعمل مجموعه من التاثيرات دي، تبدا تجمعها مع بعض فتعمل معاك ايه، تعمل معاك ستايل. بعد ما تعمل الستايل ده هتعمل نيو ستايل وتبدا ايه تسيفها بالاسم ده. بعد ما تسيفها وتقول له اوكي، هتجي هنا عند ستايلز هتلاقيها موجوده عندك. تمام. الستايلز دي برده موجوده فين؟ هتجي هنا من ويندو هتلاقي الستايلز دي موجوده هنا، فتبدا تظهر معاك اللي هي الاف اكس دي، وتبدا تختار الستايل اللي انت سيفته قبل كده او اللي هو موجود جاهز معاك. الاجزاء دي كلها موجوده جاهزه مع الفوتوشوب. طبعا انت ممكن تعمل داونلود للستايلز دي من على النت وتبدا تستخدمها معاك. ده طبعا الستايل اللي انا سيفته قبل كده هتلاقيه موجود معاك هنا. وزي ما قلت لك انت ممكن تنزل ستايلز اونلاين وتبدا تحطها هنا وتستخدمها. مع كل حاجه هنبدا نستخدمها التاثيرات دي هتبدا تظهر معاك بالشكل ده هنا. انت ممكن تدوس على السهم ده كده يبدا يخفيهم، وممكن كمان لو عايز تخفي الستايلز دي كلها تعملها راسترايز، فتجي هنا كليك يمين وراسترايز لاير ستايل مش راسترايز لاير. تمام. فتبدا الحاجات دي كلها وترجع تاني كانها ايه، كانها ستايل جاهز على طول، كانها لاير جاهز على طول. هنرجع دلوقتي للشورت كاتس، هدوس دبل كليك الت كنترول زد. اول شورت كات معانا هو حرف الاي، وهو للاريزر تول. خلينا طبعا بس في الاول هنقول على معلومه كده دايما الناس بتغلط فيها، ان هو مثلا يجي هنا يستخدم الايريزر تول او اي امر من هنا، ويجي هنا يبدا يشتغل هنا على الشكل، يلاقي ان هو يقول له ايه ممنوع. تمام. فالمشكله هنا ان انت عملت ايه، ان انت نسيت تحدد انت تشتغل على انهي لاير. فدي غلطه صغيره جدا بيغلط فيها الناس اللي لسه بادئه، وتخلي بالك منها لو انت لسه مبتدئ. هتجي هنا طبعا تحدد اللاير دي، هتجي تعمل برده هنا هيقول لك لا انت لازم الاول تعمل لها راسترايز، فتقول اوكي كليك يمين وتعمل راسترايز. تمام. دلوقتي تقدر تستخدم معاها الايريزر تول، تقدر تمسح بيها، دوس الت كنترول زد. طبعا هنا كل امر من دول لو دوست هنا كليك يمين هيبدا يطلع لك بعض الاوامر التانيه اللي شبهه مع اختلاف حاجات بسيطه. كل امر من دول لو جيت هنا بقى تستخدمه هنا مجرد ما تدوس كليك يمين هيطلع لك ليه اشكال تانيه. فانت هنا طبعا ممكن تعمل تستخدم الايريزر تول بالشكل ده، او تستخدم بالشكل ده، تمسح بالشكل ده، وتبدا بقى تجرب كل الحاجات دي. ده كان الشورت كات لحرف الاي. الشورت كات اللي شبهه تاني هو كنترول واي. كنترول واي ده هو للدمج. لما اجي اعمل دمج للتو لايرز دول بحدد على الاتنين كده وادوس كنترول واي، فيبدا يعمل دمج. لكن انت هنا لاحظت ان هو بعد ما عمل الدمج راح واخد لون اللاير اللي موجوده فوق، وراح ضايفها للاير اللي تحت، وراح دمجهم في بعض. يعني هو راح ايه دمجهم في بعض بالشكل ده، لكن انت طبعا عايز كل واحده باللون بتاعها. نعمل ده ازاي؟ بان انت تحدد الاثنين كده وتعمل كليك يمين وتختار راسترايز لاير،
ودي نقطة مهمة جدا تخلي بالك منها. هنا دلوقتي لما تدوس كنترول وايه هيبدأ يعمل معاك ايه، يبدأ يضيفهم في لاير واحدة على طول، كل واحدة بلونها. هدوس الت كنترول وزد، تمام، والاتنين دول معمول لهم راسترايز. الشورت كات اللي معانا بعد كده هو كنترول وشيفت واي. ده بيعمل ايه؟ ده هيعمل دمج لكل كل اللايرز اللي موجودة هنا ما عدا اللاير المطفية، تمام. فدوس كنترول وشيفت واي فيروح عامل دمج لكل اللايرز اللي كانت موجودة هنا ما عدا ايه اللايرز اللي انا طافيها دي. طبعا لو عايز تشيل القفل ده تدوس عليه دبل، تدوس عليه كليك واحدة كده، ونرجع ندوس الت كنترول وزد. الشورت كات اللي معانا بعد كده هو حرف التي، واختصار للتايب تول. مجرد ما ادوس حرف تي فهقدر انا اكتب ايه، هكتب كلام زي ما انا عايز. هدوس هنا بس، مجرد ادوس بالماوس كده وهبدا اكتب الكلام اللي انا مثلا نسخه من عندي قبل كده، فيبدا يظهر معاك ايه الكلام بالشكل ده. طبعا لما ادوس حرف تي او ان انا ادوس هنا دبل كليك فاقدر اعدل على الكلام ده. تخلي بالك طبعا مش الشريط اللي فوق، فلو ظهرت معاك اي مشكله في اي امر من الاوامر دي اعرف ان في عندك مشكله هنا ايه في الشريط اللي فوق، تمام. هنا طبعا اسم الفونت، وهنا نوع الفونت، تمام، والجزء ده مهم جدا برضو بيحتاج خبرة في استخدام النوع كويس جدا. هنا طبعا ممكن تخليه في النص او تخليه على الجنب او على الشمال. هنا ممكن تغير اللون بتاع الفونت. وطبعا ركز تاني ان لو انت دلوقتي الديزاين ده هيطبع تخلي هنا ايه والكلام ده لونه اسود، تخلي الجزء ده بصفر، السيان بصفر، والماجنتا بصفر، واليلو بصفر، والبلاك ب100، تمام. وتدوس طبعا انتر اللي على اليمين او كنترول وانتر لو انت عندك ايه الكيبورد فيها انتر واحده، تمام. وطبعا تخلي الجزء ده مالتبلاي، ده في حاله ان انت تطبع الديزاين ده، تمام. لكن انت لو تستخدمه عادي اونلاين فمش موضوع، مش لازم تعمل كل ده. طبعا لو انت عندك مشكله في الكتابه بالعربي فانت هتلاقي حلها في الفيديو رقم واحد، تمام. هبدا اكبر الكلام ده كده شويه، فهلاقي ان انا هنا ايه الكلام راح طلع بدل الصفحه. طبعا انا عايز اضيفه هنا في الجزء بتاع الصفحه ده، فبدل ما ادوس، بدل بعد ما اختار ادوس حرف تي اختار ادوس بس نقطة كده في الصفحة، لا انا هبدأ احدد ايه الجزء اللي انا محتاجه فقط بحيث ان الكلام ما يطلعش منه، وادوس كنترول وفي، تمام. وابدأ ادوس كده على موف تول مثلا، وابدأ ايه استخدمه مثلا تحت بالشكل ده. فده لما احتاج احدد ايه المساحة اللي انا هكتب فيها. طبعا انت ممكن تحول الكلام ده لشكل ان انت برضو تعمل له ايه راسترايز، كليك يمين وتبدأ تعمل راسترايز، فممكن هنا تحذف ايه، فالكلام ده اتحول لشكل، فانت ممكن تحذف منه كده اجزاء منه كده، او تبدا يتعامل معاك كانه شكل بالظبط، تمام. دوس الت كنترول وزد وارجع تاني. هتلاقي مع الفيديو ده مجموعه من اهم الخطوط اللي انت هتحتاج ان انت تستخدمها، بحيث ان انت ما تبداش تدور تاني على خطوط تاني خالص ان انت عشان تستخدمها. يعني انا هحتاج طبعا هنا من الجزء بتاع الكتابه ده، هو جزء مهم جدا. لما ادوس مثلا حرف تي وابدا اكتب هنا مثلا كده ودوس انتر او كنترول وانتر، تمام. طبعا قلنا قبل كده لو انت هنا عايز تكتب سطر تاني هتدوس انتر اللي في النص، تمام. لو انت عايز تثبت الكلام هتدوس انتر اللي على الجنب، ولو انت عندك الكيبورد فيها انتر واحدة، تمام، فانت هتدوس انتر اللي محتاج هنا مثلا كده، هتدوس انتر اللي عندك فيبدأ ينزل سطر تاني. ولو انت عايز تثبت الكلام هتدوس ايه، هتدوس كنترول وانتر. هنحتاج ايه من هنا؟ هنحتاج هنا مثلا ايه لما نيجي نعمل هنا ايه كنترول سي مثلا كنترول في كده بالشكل ده، تمام، وننزل سطر تاني. فاحنا عندنا هنا المسافة بين السطر الاولاني والسطر التاني انت ممكن تزودها او تقللها من هنا من كامل كاركتر. طبعا لو مش موجود عندك هاتها من ويندو، وتبدأ هنا تزود ايه من الجزء ده، هتبدأ تزود هنا كده المسافة بين كل سطر والتاني، بدل ما تعمل لاير هنا وبعد كده تبدأ تعمل لاير تحتيها، فالموضوع ده بيسهل عليك كتير. فتبدأ تحذف الجزء ده كده وترجع تاني. هنحتاج من هنا ايه كمان، المسافة بين كل حرف والتاني، تمام. فهنزود هنا الجزء ده مثلا كده وهدوس انتر كده، فالجزء ده مهم جدا وهتستخدمه دايما لما تيجي مثلا تعمل بوستر او اي حاجة كده شبه البوستر يعني، فانت ممكن تحتاج الجزء ده جدا. طبعا الجزء الاخير اللي موجود معانا هنا هو ان انت تقدر تحول الكلام ده كله، كل الحروف تبقى كابيتال مره واحده، او ان انت ترجعها تاني ايه سمول. طبعا الحرف اللي انا كاتبه كابيتال كده كده هيفضل زي ما هو. بعد امر تي هنبدا نشوف ايه، هنشوف كنترول وتي. طبعا احنا قلنا هنا لما نيجي نرسم مربع ده مثلا نغير اللون من هنا
هاجي ادوس كنترول تي، فانا هنا ببدأ اكبر واصغر طبعا زي ما قلنا كل الابعاد مع بعض في حالة اللوجهات والصور. ادوس كنترول تي كمان، انت ممكن تكبر وتصغر الجوانب فقط وانت داس على الت شيفت. انا كده داس على الت شيفت وببدأ اسحب، هدوس دبل كليك في النص عشان يثبت، هدوس كنترول تي، هدوس هنا كليك يمين. انت ممكن هنا تستخدم الوارب وتستخدم السكيو. هنشوف الاول الوارب هو بيعمل ايه. هو ممكن يخليك تستخدم تحول اللاير بالشكل ده كده، فيبدأ يجيب لك مثلا ايه افكار في ان انت تعمل ديزاين بسهولة، فده ممكن يطلع لك بعض الافكار عشان تبدأ ايه تعمل الديزاين مثلا بالشكل ده. هدوس الت كنترول وزد وارجع تاني. انا ممكن برضو استخدم هنا ايه كنترول تي واستخدم السكيو. السكيو هو اللي بيعمل الشكل ده، طبعا انت بتشوف الشكل ده كتير في بعض الديزاينز، فهو ده اللي بيعمله ايه السكيو. هدوس دبل كليك في النص. انت ممكن هنا تدوس كنترول تي تعمل هنا فليب هوريزونتال، فيروح عامل تدوير على شكل افقي، او انت تعمل هنا ايه تدوير على شكل راسي فيرتيكال، وتدوس دبل كليك في النص فتثبت معاك. هناخد الشورت كات اللي بعد كده، هو حرف الجي وبيعبر عن الجراديانت ده واتكلمنا عنه قبل كده. فانت لما تيجي هنا مثلا ايه تمسك هنا الباك جراوند وتبدا تعمل جراديانت بالشكل ده، فيبدا يعمل لك منظر جميل للباك جراوند. طبعا هنا وانت محددها راديال، وهنا بتحدد لون معين بتخليه خفيف، وهنا نفس اللون بس بتخليه غامق شويه، وبعد كده بتقول له اوكي. طبعا هنا لو عايز تسيبها وترجعها تاني بعد كده في اي ملف بي اس دي تاني يعني، هنقفل ده، ندوس على كنترول وزت ونرجع تاني. بعد كده هنشوف كنترول وجي واللي هو الجروب. لما نيجي مثلا نحدد كل اللايرز دي وبعد كده ندوس كنترول وجي، فيروح محولها لجروب. عايزين نلغي الجروب، هندوس كليك يمين ونعمل ان جروب لايرز، فترجع تاني زي ما كانت. بعد كده هنشوف الت كنترول وجي وهو الماسك، ومهم جدا وبنستخدمه دايما. هنجي مثلا هنا نعمل اليبس او دايره، تمام، نلغي الجزء ده، نغير اللون مثلا. هنقوم جايبين شكل الاليبس دي، ونقوم مثلا جايبين هنا صورة، ونقوم حاطين الصورة فوق ايه فوق الدايرة بالظبط. نقوم هنا حاطين الصورة فوق الدايرة. بعد كده هندوس الت كنترول وجي، هتلاقي ان الصورة دخلت جوه الدايرة. سواء بقى مش لازم تكون دايرة يعني، ممكن ترسم مربع، ممكن ترسم حتى على الاقل خط، يعني هتلاقي الصورة دخلت جوه الخط، تمام. في اي شيء هترسمه من هنا او اي حتى اي شيء جاهز هترسمه وتبدأ تعمل الت كنترول وجي، هيبدأ يدخل ايه هيبدأ يدخل الصورة جوه الشيب اللي تحتها على طول. طبعا تخلي بالك من حاجة مهمة جدا هنا، ان انت هنا مثلا لما تيجي تعمل اي تأثير انت هتعمله على الدايرة مش هتعمله على الصورة. فانت لما تيجي هنا مثلا ايه تعمل ستروك للدايرة دي، تمام، فيبدأ ايه تفتكر دايما انت هتعمله على الدايرة مش هتعمله على الصورة. فنخلي هنا مثلا ايه لونه ابيض ونقلله شوية، نقول له اوكي. طبعا انت ممكن تنسخ اللاير دي وهنتكلم عن النسخ دلوقتي، وتخليها مثلا كده تكبرها، فيبدأ يعمل معاك يطلع معاك أشكال للديزاينز تقدر تستخدمها. هنخفي كل ده. بعد كده هنتكلم عن النسخ. النسخ سهل جدا، نرسم مثلا هنا لاير جديدة. النسخ سهل وليه أكتر من طريقة. الطريقة رقم واحد إن أنت تدوس ألت وتسحب الصورة كده فيقوم ناسخ على طول، تمام. دوست ألت وبعد كده رحت دايس على اللاير دي ورحت ساحبها فراح ناسخ على طول، تمام. عايز تنسخ في خط مستقيم هتدوس ألت وشيفت وتقوم ساحب الصورة، تمام. فقلنا الشيفت دي برضو قاعدة كده بإن أنت إيه تبدأ تستخدمها في الخط المستقيم دايما. الطريقة التانية ان انت ممكن تقف على اللاير هنا كده ودوس كنترول وجاي اللي هي ما بين الكي والاتش، تمام، فتلاقي ان هو نسخ لاير تانية هنا فوقها بالظبط، تمام. مجرد ما تدوس كنترول وجاي فيبدأ ينسخ لاير مطابقة فوقها على طول. ممكن طبعا هنا وانت شغال على اللايرز هنا تقوم ساحب هنا كده، وتقوم مثلا ايه وانت داس على الالت تقوم ساحب وانت داس على الالت كده فيقوم ناسخها بالشكل ده، برضه هيكون طبعا ايه مطابقة برضه فوقيها. فدي تلات طرق للنسخ مهمين جدا. بعد كده بعد ما تخلص الديزاين ونفترض مثلا الديزاين ده، هتبدأ بقى ايه تعمل اكسبورت للديزاين ده او ان انت تسيفه، تمام. فالاختصار ان انت عشان تسيف الملف ده هتدوس كنترول وشيفت واس،
فتبدأ تظهر معاك القايمة دي وإن أنت إيه تسيف فيها. رقم واحد هنا وأنت تسيف بصيغة البي اس دي، ده معناه إن أنت تقدر تجيب الملف ده تاني وتبدأ تعدل عليه. رقم اتنين هنا هو البي اس بي، هو نفس البي اس دي لكن لما يكون أنت إيه عامل ملف حجمه كبير جدا. تمام، هنحتاج ايه من هنا كمان؟ هنحتاج مثلا الاي بي اس. الاي بي اس ده طبعا بنستخدمه بشكل كبير مع الـ مع الالستريتور والفيكتورز، وهتستخدمه دايما في لما انت تجي تسيف فيكتور او ان انت تسيف لوجو. تمام، لان هو دايما بيتعامل مع الفيكتورز واللوجوهات. عندنا هنا ايه كمان مهم؟ عندنا هنا الصوره الجي بي جي، هيسيب لك الصوره دي عادي جدا. وطبعا الصوره دي لو كانت متفرغه هيقوم حاطط لك ورا الفراغ ده ايه باك جراوند لونها ابيض. عندنا هنا كمان البي ان جي، هو انت مثلا لو عندك هنا لوجو او اي صورة متفرغة هتبدأ تصدر اللوجو او الصورة دي بشكل متفرغ، وبتستخدم دايما مع لوجوهات، وهنشوف ده اكتر في الفيديو الجاي.